الحمد لله حاليا كان حاليا الحمد لله كان حسب راسي كان شويه بشويه كنت ماشي للشفاء الحمد لله انا بحاله الحمد لله اللي غادي كنت ماشي شويه الحمد لله بشويه بشويه كنت ماشي للشفاء وكنتمنى ان الشفاء العاجل يجي في اقرب وقت ان شاء الله. وبصراحه انا زير خنيفره فاش وقعت لي الحادثه وكنت مازال عندي كونترا مع ليكيب جاو عندي للسبيطار قدموا الواجب اللي عليهم قاموا بكل المصروفات اللي كانت عليا في الطبيب كانوا شي يجيو يزوروني كيشوفوا ان فوا خرجت من الطبيب مع ان فوا خرجت من الطبيب من الغيبوبه كانت سالات لي الكونترا صافي بقايش غير بوحدي هذيك الساعه صافي ما بقايش كنشوف. فبصراحه فبكل صراحه وكنضر بصراحه فانا هذيك الساعه كنت مازال في غيبوبه ما شفتش شي حاجه كان كانوا هضروا يكونوا هضروا مع الاب ديالي والام ديالي انا ولا نسيت كان سيبي هو اللي كاين تما كاينش كان مكلف وكان الاب والام ديالي انا كنت في غيبوبه ما كنتش كنعقل كاع فاش نط تما ولكن في اختي قالوا بان جو عندك الناس بصراحه فاش فقش قالوا لي بان كان جا عندي في شخص الحداوي كان جات عندي واحد الجن بطبيعه الحال كيف ما بحالي بحال المتتبعين لجميع الكره القدم وكمسؤول في الجمعيه تم اتصال بنا بان من بعد الاكسيدون كانت وقعت الفريق الخنيفري وبدات اللاعب زنا تحولنا لفاس ومشينا جرنا وزرنا العائله ديالو وكنت نتبع الملف ديالو من الحادثه حتى الان. كان لي اتصالات كثيره مع النسيب تاعو هو اللي كان تيعطيني مستجدات كاملين. دخلنا بالنسبه للتطبيب ديالو مع رئيس الفريق اللي هو مشكور بدل الجهود اللي كانت خاصه لا من ناحيه التطبيب لا من ناحيه التكلف بالعائلة في مدينة فاس. بطبيعة الحال كاينين شي مسائل اللي كنا درنا وحنا تنخدمو هذاك الشيء لأن هو العمل ديالنا. من الحوايج اللي كنا تنخدمنا فيها هو الملف ديالو ديال مع الفريق الجديدي وتحل المشكل ديالو. المشكل الملف الثاني اللي كنا خدامين فيه وشاء الظروف بأننا نتكلمو فيها دابا ما هي كانت كان ديجا مدروسها من قبل هي القضية ديال ما وراء هاد الحادثة كاملة. فكنت الحمد لله ملي كنت غادي كنلعب وهاديك كنت كنحس بواحد الارتياح من ناحية كرة القدم حيت أنا سمعت في قرايتي في دبلوماتي وكلشي والوالدين ديالي كانوا تيقولوا لي لا ما تمشيش وخا كمل قرايتي تنقول لهم لا أنا كنبغي الكرة غنمشي نلعب الكرة. من تما كانت البداية ديالي كنت كنقرا في سيدي قاسم من تما بديت كنلعب كنتيش غادي الحمد لله فمن كنت كنلعب كنت شويه مرتاح الامور كانت غاده شويه الحمد لله كانت الامور بخير كان كلشي عالم. فمن ضربت فحسيت بواحد الغبن كبير حسيت بان الكره فعلا ربما هذيك 11 عام ولا 12 عام اللي لعبت الكره رغم اني بعد الفراق اللي كانوا كيعانيوا من النزول بعد المره كنت كنمشي ليهم كنصوب الى سوسياسيون فلقيت بان هذاك الشيء لدرجة ما اتصلش بيا حتى مسؤول ما لقيتش فراغ ما لقيتش شوالج. كما قلت انا الملف اللي غادي ان شاء الله غادي ندرسوه بالنسبه للسيزانا هو غادي نحاول نقدموا ليه جميع المسائل اللي غتساعدوا ان شاء الله في الرجوع للمكانه ديالو الى بغى الله ان شاء الله الميادين وهذاك الشيء. مي حنا غادي تنشوفوا ما من مور هذا الشيء القضيه فيها لا كونفيرسيون ان شاء الله نحاولوا غادي نشوفوا باش يدير ان شاء الله الدبلومات ديالو المسائل اللي بغا هو هادشي غادي نهضر مع اون بريفي ومن بعد حنا غادي نتصلوا بالناس تاع خنيفره حتى هما الا كاين شي حاجه ما دار معاهم مي سينون الامور ان شاء الله غادي نوفروا ليه ما يلزم ان يوفر اللاعب ولا لاسيرونس المهم هادشي حنا غادي نتكلفوا به حنا غادي نتكلفوا ليه بالمسائل ديالو غادي نشوفوا الكلاسال باش دير لا ثيرابي ديالك غادي نشوفوا ميم ابري الا كانت شي فرقه بغات تاخذ وكون ما قابلاش وما قادرش تاخذ تحمل المسؤوليه ديالها من ناحيه لاسيرونس حنا غنتكلفوا لك بالاسيرونس ديالك. اللي قلقني هو انه يمكن يكونوا بعض المرات مغالطات من بعض الناس وكيتكلموا بشي حوايج ماشي هما هذوك ولكن ملي جينا استفسرنا بزاف ديال الاشياء من السي حسين احنا الهدف ديالنا الاول والاسماء ماشي هو انه نجيو باش كما كيتكلموا البعض باش حنا كنديروا بحال اللي كيقولوا بدوك المصطلح اللي كنديروا عاو الفريق باش نجمعوا السي حسين. السي حسين تكلمت معاه بخيفي وشرح لي بزاف ديال الاشياء ربما من ضمن الاشياء ديالو انه بغى يرجع للميادين وبغى يلعب الكره دونك كاينين دي زيتاب اللي كيداروا باش كيوصل بنادم لذاك النيفو اللي بغى
دونك كاين مسائل اللي هي كما تكلمت معاه ربما خصو يكون بسيشيكمون واجد وفيزيكمون يكون واجد ويكون هو لانه خصو يتحيد داك الثقل اللي عليه ديال العائله ديالو لان دائما كي في خلال الكلام ديالو دائما كيجبد الوالدين ديالو كيتكلم فيهم فهذا شيء جميل جدا انه نشوفوا الولد كيفاش الحوار ديالو كيكون مع الاب ديالو فاللي حنا جينا على ودو هو انه باش يحس بانه حسين زانه ماشي بوحدو دونك حنا راحنا خوتو وهذا الشيء راه ماشي اول مره كنديروه وماشي السبب ديالو هو حسين زانه فالسبب ديالو هو الدين ديالنا اللي كيحتم عنا دائما يكون داك الصله ديال القرابه ما بيننا وبين بين بين الاخوان ديالنا انا هنا ماشي باش نجامل او باش ندير صباغه لشي قناه او شي حاجه انا لا تهمني اي قناه كتبات على حسين زانه او دوزت ريبورتاج على حسين زانه دونك انا بالاستشاره ديالي مع الاخوان اللي انا كنتعامل معاهم في الجمعيه ديالنا جينا باش نحضروا لانه كل مره كيجي ممثل كل مره كيمشي لانه كان الصديق ديالنا السي محمد اللي مسؤول على جوج ديال الجمعيات لا في اللاعبين الدوليين السابقين او الممارسين دونك حنا جينا لعند السي حسين هنايا باش نعاونوه باش يضحك وباش يخرج لانه باش يخرج من المحنه ديالو خصو يكون هو باغي يوصل وانا كما قلت في الروبورتاج الاول برافو لحسين علاش لانه هو وصل من لا شيء ولا هو عنده اسم ديالو دونك باش يكسب التعاطف ديال جميع المغاربه خصو يكون عنده اسم ديالو يكون اسم محترم اولا بعدا تنشكرهم على الضيافه وعلى البساطه ديالهم وعلى الحب ديالهم للضيف وهادشي ما الكرم ديالهم اما بالخصوص على السؤال ديالك الاخ فربما دس مراحل صعيبه في لاكارير ديالي ولكن اللي عجبني في الاخ حسين هو فاش تحدث معاه نقز بزاف ديال المراحل اللي صعيبه يعني الازمات الصعيبه نقزها دونك بقات لي واحد الازمه ديال البريباراسيون كلشي كما قال الاخ سيمور غيتبعوا معاه البروغرام ان شاء الله وكلشي وهو الان الحاجه اللي عجبتني فيه انه هو تيهضر معاك وانه كونفيون اون لي كاينه عزيمه وكاينه اراده وما تيطلبش شي حاجه اللي كبيره تيطلب انه بغى مساعده باش يرجع الفيزيك ديالو باش يلعب وهذا الشيء راه الاخوان باش نرجعوا شويه للور راه كان مع الاخ سيمو ربما هو الاول من الجمعيه انه التحق به وكان في الكوما يعني ما غاديش نجيو دابا نرجعوا للور من بعد 4-5 مون نقولوا لا راه نساوه لا راه الناس متبعاه من الكوما ديالو يعني من الديبار ديال لاكسيدون هما متبعينه لحد الان غير الناس كاين شي حوايج تدار في الخفاء وكاين شي حوايج اللي تيشهروها الناس خدامه في الخفاء ومتبعين الملف ديالو جات هاد القناه فعلا زارت الاخ بزيان مشكورين ولكن حنا ما خصناش نسكتوا ونقولوا بان هاد القناه هي اللي نوضت هاد الشيء وحنا ركبنا على هاد القناه هادي لا بالعكس الملف ديالو بروف هو تيقول بان فعلا ما عقلش لان مسكين كان في واحد الازمه يعني الصحيه كان في كوما ما يعقلش على شكون اللي جا عنده على كل شيء الناس كانوا متبعينه عبر العائله ديالو وهذا الشيء كامل راه هو عرفه الحمد لله وحتى العائله ديالو تتقول بان فعلا راه الناس كانوا تيتصلوا كل شيء ما كانوش ناسينه الحمد لله نرجعوا للسؤال ديالك فهو واعي شنو اللي خاص يدير وهو قوي نفسانيا باش غيرجع حنا غنساندوه وانا راه داز معايا واحد المرحله في المرحله ديال الحسيمه وقال لي راه كنت محني في ليفخاب ديالي ضدو ودابا راه مستعد باش غنمشيو ندير واحد لو بيتي تيست باش نعرفوا واش وجد ولا لا الحمد لله فهاد الزياره ديال لي اخوان كامل فالحمد لله فهونيك شافوا الكبير من بعد هاد الزياره فقدر سبحان الله العظيم فكنحس من بعد لاكسيدو بحال لي اليوم يلا رجعت للحياه اقسم بالله الحمد لله اليوم كنحس براسي يلا خطيت واحد الخطوه للحياه ان هاد الناس صراحه اليوم فوجوا ليا بزاف رجعوا لي شويه المورال ديالي رجعوا لي بسيشيكمون رجعت بديت كنحس براسي راه كاين الناس اللي واقفين الحمد لله بجميع الناس اللي خنافه صراحه فدوز معاهم عام اللي بالنسبه ليا كان اكسيبسيونيل كان فيه شي حوايج الحمد لله زوينين شي حوايج خايبين بينهم الحمد لله هادي هي ما غاديش نقول حش خنافه الحمد لله هادي هذا قضاء وقدر من عند الله سبحانه وتعالى الناس ديال خنافره تضامنوا معايا كاملين جاو لعندي السبيطار فاش كنت فاس من بعد هذاك الشيء ربما كانوا شي يقولوا بان مازال اونكور ديال الفرقه مازال الحوايج هاد الحوايج ما كانوش فكنقول الناس ديال خنافره كنشكركم وديما خنافره غتبقى بالنسبه لي واحد الفرقه اللي يلعب فيها راه في قلبي راه ما غاديش ننسى كل يوم فاش كنشوف اليوم السي مراد هذا هو الاخوان
الصديق ديالي بو عبيد اللي صراحه دوزنا ايام زوينه في الكره الحمد لله كاين تفاؤل كبير بالخير ودخلوا لي السرور وكنشكركم بزاف وتنشكر جميع المغاربه وجميع اللاعبين ولا مؤثرين ولا مسيرين اللي ساندوني في هذه الوضعيه الحمد لله الحرجه واللي مازال يساندوني وكنتمنى الرجوع ديالي وكنشكر الجميع الحمد لله. Thank you.